قصة من الخيال بس واقعية. 32 عاما، كل لحظة فيها كأنها عام كامل، لكن كل هذا انتهى مع اللقاء بعد الفراق. بالفعل قصتنا اليوم مشاهدينا عن الشاب السعودي خالد سنيد الذي عاش لأكثر من 3 عقود دون والدته المصرية بعد انفصالها عن والده وانقطاع أخبارها. خالد كبر ولم يتخلى عن حلمه بلقاء والدته التي لم يعش معها كثيرا، سعى لذلك سنوات طويلة، وأخيرا كان اللقاء الذي أنهى كل سنين التنائي والبعد. بالفعل لقاء جميل، جمع الابن بوالدته وطغت الفرحة ودموعها على كل شيء، واليوم في صباح العربية سنكون معهما لنبارك لهما هذا الاجتماع مجددا لنسمع قصة الفراق الصعبة. الحمد لله، مبروك مبروك إن شاء الله. هذه زوجتي. مشاهد مؤثرة جدا بالفعل مشاهدينا. احنا معنا الآن من الإسكندرية عبير حنفي الأم المصرية، ومعنا من الرياض تركي السنيد طبعا الابن. يعني مش عارفين كيف بدنا نبارك لكم ونهنيكم بهذا اللقاء بعد 30 عام، وطبعا احنا شايفين يعني الدموع في أعينكم، وبصراحة أدمعتونا احنا أيضا. ألف مبروك طبعاً على اجتماعكم بعد 3 عقود من الزمن. وخليني أبلش معك ست عبير من الإسكندرية. ست عبير، أنت يعني هل حاولتي أنك تحاولي تعثري على ابنك كل هذه السنين؟ وكيف كان شعورك لما أجاكي الخبر والتليفون بأنه هو موجود وعم بيدور عليك وبده يشوفك؟ السلام عليكم. أنا كنت دايماً بتصل بيه بأهله، فكنت على طول بسأل عليه، بتصل بالتليفون، ما حدش بيرضى يديني، بيقولوا لي لا إحنا قلنا له إن أنت متي، فما كانش يعني ما كانش ينفع إن أنا أكلمه، يقولوا لي لا ما ينفعش، إحنا قلنا له إن أنت متي فما ينفعش إن أنت تكلميه. فكنت دايماً أقول لهم طب أسمع صوته، مش هقول لهم إن أنا مش هقول له إن أنا أمه، بس أسمع صوته. كان برضو في رفض منهم، فعشان كنت عاوزة أروح السفارة، بس أدام هم رافضين ما ينفعش أن أنا أروح السفارة. طيب يعني لما شفتي أنا بهذا الواقع لما شفتي أول مرة بعد 30 سنة، 3 عقود وهو بعيد عنك، إيه المشاعر؟ كيف عرفتي أول شيء؟ عرفت إزاي؟ انا ما كنتش مصدقه في الاول ان هو قالوا لي ان ابنك جه ودور عليكي ولقاكي، فما كنتش مصدقه، اكن انا في حلم، يعني شعور فرحه مع ان انا مش مصدقه ده فعلا حقيقه، يعني ده انا مش دي حقيقه اللي بتحصل دي، مش مصدقه. طيب احنا يعني هذه الدموع الصادقه اكيد مقدرينها احنا. احنا عن جد يعني مقدرين هذه المشاعر وحاسين معاكم وحاسين فيكم. طيب تركي، انا بدي اسالك يعني انت كيف قدرت تتوصل وكيف عرفت بانه والدتك يعني على قيد الحياه؟ كيف قدرت تعرف مكانها وشو كان شعورك بهذيك اللحظه؟ قرت عينك يا تركي. ايه يا تركي، مرحبا. يا مرحبا، صباح الخير، حياكم الله. هلا ومرحبا، كيف الحال؟ سامعني يا تركي؟ كنت عم بسألك عن كيف عرفت. اكيد تفضل. اسمعك، تفضل تفضل، احكي
احكي لنا القصة، كيف وجدتها وقديش قعدت تدور سنين وانت تدور عليها؟ واحد يبحث عن امه. ايه سنين وانا ادور، وشعور يعني الحمد لله، او بالبداية ما كنت مصدق هل انا هو حلم او انه صح او انه مو بهذا الشيء، لكن الحمد لله اني وصلت لها عن طريق السفارة السعودية، جهزوا كل شيء بالنسبة لي، الله يجزاهم خير، وعلى سعادة السفير اشكر له. يعني الجهات الرسمية أو السفارة السعودية في القاهرة هي سهلت لك أيضا مهمتك تركيبي الوصول إلى والدتك؟ إيه لهم فضل كبير بعد الله الوصول للوالدة. أنا كنت أبحث قبل لكن ما قدرت أوصل، يعني كلها من كلام، وكنت أبحث من عند قاربي ما حد وصلني لها، فاضطريت إني أروح للسفارة، فما لي حل إلا السفارة. دخلت عليهم، كان أول يوم دوام بعد العيد، بعد عيد الفطر، استقبلوني ورحبوا فيني، وخذوا موضوع يعني كان مهم مرة، مدير شؤون الرعاية السعودية الأستاذ محمد البريكي، والأستاذ ونائبه الأستاذ محمد السبيعي، وعلى المستشار الفني، المستشار القانوني مجدي محفوظ، على رأسهم السفير أسامة نقلي، كلهم والله ما قصروا معي من ناحية أنهم لقوا الوالدة وبحثوا عنها بالبداية إلى الملف الصحي حقها. يعني بشروك، هم بشروك أن لقوها، يعطونها الخبر أو تكون تعبانة أو فيها أي شيء. طيب نعم بشروني أنهم لقوها، بعدين تم الترتيب مع تركي. هذا ابنك اللي عم نشوفه من وراك؟ سم ابنك؟ ايه جيبه خلا يطلع ويانا وانت تحضره. شو اي ابني فهد، عسى الله يحفظه. وتيتا عبير، انت لسه ما التقيتي بعائلته لتركي، بابنائه وزوجته؟ لا، انا شفت مراته وبشكر مراته وبشكر، وشفت ابنه، شفتهم يعني كده في التليفون، انما ما قابلتهمش. اعز من الولد مش كده استاذ عبير او سيده عبير؟ هتربي أحفاده دلوقتي إن شاء الله. طبعا إن شاء الله، إن شاء الله تلتقيهم يعني حتى وجها لوجه إن شاء الله. طيب الآن المستقبل من الله. المستقبل بعد ما ضاع 30 سنة من يعني من هذا الوقت الثمين اللي أي ابن بيقضيه مع والدته، المستقبل الآن قدي رح تلتقوا، قدي رح تقضوا أوقات مع بعض حتى نعوض السنين اللي فاتت؟ إن شاء الله هذا شيء أكيد، وإن شاء الله أني بحاول أني أجيبها للسعودية عندي وأروح لها وأجي، يعني هذا الشيء بحاول أني أعوضها عن كل اللي فات، والله يقدر إن شاء الله وأسعدها ويخليها لي ويطول بعمرها. يعني هذا الشيء اللي كنت أو من بداية حياتي هو ناقصني، أنه وجود أمي جنبي وجود حنانها وعطفها علي، ما شافتني وأنا كبرت وأنا صغير بكل جميع مراحل عمري، حتى لما تزوجت كنت أتمنى أنها تكون معي موجودة بعد ما ربي رزقني بمولود، فمرة احتجت أني أوصل لها بأي طريق بأي وسيلة من الوسل، فما بجاء في بالي والله إلا السفارة السعودية، والحمد لله والله كلهم ما قصروا، وأشكرهم كلهم من على رأسهم السفير أسامة نقلي وجميع العاملين على كل موضوعي. طيب أنا والله وقتنا انتهى، لكن لازم أسألكم، أنا مقدر هذه الدموع، لكن أنا بودي أن أسأل يعني اليوم تركي، أنه 30 عام وأنت بعيد، شو اللي راح ترسمه في مخيلتك للمستقبل؟ الله يحفظ لك والدتك، والله يرحم أمهات اللي ما عندهم والدة. حاولني اللهم امين. هذا شعور بدون الام الحاله، انا بالبدايه اصلا ما كنت مصدق، حتى لما كلمتها بالتليفون ما كنت مصدق مره، بعد ما كلمتها وسمعت صوتها اضطريت اني ابعد شوي واحبس نفسي لمده 10 دقائق، ابغى اتاكد هل هو صح اللي انا فيه، حلم علم، لاني تقريبا شبه
فوق إلى 10 سنين وأنا أدور، فشيء متعب مرة نفسيا. وطبعاً تجربة صعبة جداً. والحمد لله أن ربي جمعني فيها. عسى الله يحفظك. وهذا فضل من الله. وطبعاً أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأشكر السفارة السعودية على الكل اللي سووه معي، وسعادة السفير أسامة نقلي واجبه، والأستاذ محمد البريكي والأستاذ محمد سبيعي، له فضل كبير بعد الله عندي، لأن إنسان والله ما قصر. إحنا نشكرك ونقول تركي دائما يقولون الدموع دموع الرجال عزيزة، لكن لهذه المواقف يعني مواقف الأم هي تنزل الدموع. شكرا جزيلا لتركي السنيد من الرياض، والشكر موصول لوالدتها عبير حنفي. شكرا جزيلا لكم، وعسى الله يبارك لكم هذا اللقاء. آمين. إن شاء آمين الله. يا رب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.